من رحيم الفرنسية، ومع كتاب بيان لي ريكومبخوندر، ومع قصة جديدة بعنوان بالي ماكو. هذه القصة من القصص الجميلة التي كنا نفرح بقراءتها عندما كنا ندرس بهذا الكتاب. Vous souvenez-vous de Margaret؟ هل تتذكرون مارغريت؟ Vous souvenez-vous؟ هل تتذكرون؟ طبعا نتكلم على الverb. Se souvenir. Le verbe se souvenir. فعل تذكر. أيضا ومن كلمة souvenir يعني الذكرى. Le souvenir. Vous souvenez-vous de Margaret؟ هل تتذكرون مارغريت؟ Qui a lu؟ التي قرأت. طبعا نتكلم على الverb lire. Au passé composé. عندما هنا لو فيرب لير au passé composé. إذن j'ai lu, tu as lu, il a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu. هم قرأوا. مارغريت كي لي. إذن نتكلم عن مارغريت التي قرأت أكم. قرأت لي كوم une belle histoire triste. قصة جميلة حزينة. Voici cette histoire. ها هي القصة. إذن طبعا كما تطرقنا له فيما سبق من ضمن قصص هذا الكتاب قصة حكتها مارغريت لي كوم. القصة هي التي سنرى في هذه الفقرة. بالي ماكو إيتي لو بلو أورو دي بوتي نواغ. بالي ماكو إيتي لو بلو أورو دي بوتي نواغ. إذن نتكلم عن بالي ماكو كان الأكثر سعادة دي بوتي نواغ للسود الصغار. المقصود هنا بأن بالي ماكو كان الأكثر سعادة من بين الأطفال السود. دي بوتي نواغ. إذن السود الصغار المقصود بالأطفال السود. Il passe son temps à jouer et à chanter. كان يقضي وقته à jouer. طبعا لو ذا passe ممكن أنه يعني مرة. Un an passe devant moi. إذن ممكن أن لو ذا passe يعني مرة. أو مثلا je passe le temps. أنا أمضي الوقت. كما عندنا هنا il passe son temps à jouer. هو كان يمضي وقته في اللعب et à chanter. وفي الغناء. Depuis l'heure où le soleil sort de la mer. منذ الساعة كان يقضي وقته يلعب ويغني. Depuis l'heure où le soleil sort de la mer. منذ الساعة أو حيث. كما لو أن هذه الساعة مكان. مكان ماذا؟ Le soleil sort de la mer. مكان خروج الشمس من البحر. إذن نتكلم عن الساعة التي تخرج فيها الشمس من البحر. طبعا هو تعبير مجازي كما نلاحظ. إذن نتكلم عن الساعة اللي هي وقت. وقت خروج الشمس من البحر. إذن depuis l'heure où le soleil sort de la mer. منذ الساعة حيث الشمس تخرج من البحر. طبعا عندنا لو فيرب سورتيغ او بريزون دو لانديكاتيف. اذا طبعا عندنا لو فيرب سورتيغ مصرف في الحاضر. دوبوي لوغ او لو سولاي سور دو لا مير دان كوتي دو ليل. حيث الشمس تخرج من البحر من جانب الجزيرة. من جانب الجزيرة. ليل المقصود بها الجزيرة. اذا بالي ماكو كان يسكن في جانب من الجزيرة. وعلى هذا الجانب كان يقضي وقته يلعب ويغني منذ خروج الشمس من البحر. يعني صباحا يعني كأنه يرى الشمس تخرج من البحر. المقصود شروق الشمس. جيسكا السال إلى التي. ما معنى التي؟ المقصود بها لوغ. إذن هو يقضي وقته في اللعب والغناء من ساعة خروج الشمس من البحر إلى ساعة أو إلى التي. أو إلى إتا سابون دو فو دو لوتر. إذن هو يقضي وقته في اللعب والغناء منذ ساعة خروج الشمس من البحر إلى ساعة انطفائها فيه. في الجهة الأخرى أو كما عندنا هنا في الأخرى. في الأخرى المقصود في الجهة الأخرى. إذن كما نلاحظ بأن هذه العبارات مختصرة كما نلاحظ. دان كوتي دو ليل جيسكا سيل. هاد سيل تعني التي. المقصود باللاتي الساعة الأخرى. المقصود بها الساعة الأخرى.
إلى ساعة جسك السيل المقصود بها جسك لور أو إلي إتا سابول بفو. إذن عندنا إتا هذا الفيرب إتاندر يعني أنك تطفئ نارا مثلا. إذا نتكلم عن إتاندر إتاندر لالينيير يعني أنك تطفئ الضوء. إذن عندنا هنا جسك السيل المقصود بها جسك لور إلى ساعة أو إلي إتا حيث هي تنطفئ فيه. تنطفئ في ماذا؟ تنطفئ في البحر كأن الشمس تنطفئ في البحر عند غروبها غروب الشمس. طبعا عندنا لو سولاي. لو سولاي هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية لذلك نستعمل الضمير إيل. طبعا عندنا هنا وإيل إتا حيث هي تطفئ. تطفئ ماذا؟ سابول دف. سابول دف كما نقول هي تطفئ كرتها النارية حيث الشمس تطفئ كرتها النارية. فيها هي هاد إغريك. هي هاد إغريك. إذن هاد إغريك تعني فيه أو فيها. وإلي إتا حيث هي تطفئ فيه المقصود هي تطفئ في البحر حيث هي تطفئ فيه سابول دف. سابول دف كرتها النارية. دولوتر المقصود بكلمة دولوتر دولوتر كوتي لأننا تكلمنا فيما سبق عن دان كوتي من جانب. دان كوتي دوليل من جانب الجزيرة. دولوتر المقصود به دولوتر كوتي دوليل من الجانب الآخر من الجزيرة. إذن عندنا الجزيرة من أحد جوانبها تشرق الشمس وفي الجانب الآخر تغرب الشمس. إذن عند الشروق كأن الشمس تطلع من البحر وعند الغروب كأن الشمس تطفئ كورتها النارية في الجانب الآخر من البحر. أوخ. إذن عندنا كلمة أوخ نستعملها عند الانتقال من كلام إلى كلام آخر مغاير. إذن نستعمل أوخ. إذن كما نقول لكن أنجور. طبعا أنجور كما نقول يوم أو يوم واحد لكن هنا تعني ذات يومين. Or, un jour, d'être yomin, arrive de très loin, arrive de très loin. Yassil, min ba'id, yassil min ba'id. Idem, nous parlons d'un ashkhas, yassilouna, min ba'id, arrive. Taban, adda le verbe arriver au passé simple. Le passé simple, annahu yusta'mal fal qissa. Wa huwa aydan yufid as-sur'a. Taban, fal qissa, عندما نستعمل le passé simple, وهو يفيد السرعة طبعا هو يعطي حيوية للقصة. أوه أنجو لكن ذات يومين أغيب دخلوا يصل من بعيد جدا. يصل من بعيد جدا كما نقول دو لوتر بوديموند من الجانب الآخر من العالم. إذا نتكلم عن أشخاص سيصلون إلى هذه الجزيرة من مكان بعيد من الجانب الآخر من العالم كما لو أنهم يأتون من أقصى الدنيا كما نقول. Or, un jour, arrivé de très loin, de l'autre bout du monde. Un navire chargé d'un blanc. إذا وصلت باخرة chargé. D'un blanc. مشحونة برجال بيض. طبعا نتكلم أحيانا عن الverbe chargé. يعني أنك تشحن شاحنة مثلا. Chargé un camion. يعني أنك تشحن شاحنة. Chargé un navire. يعني أنك تشحن باخرة. ومن كلمة لا شارج يعني الحمولة. لا شارج الحمولة. باليماكو نافي جامي في دون بلون. إذن باليماكو نافي جامي في دون بلون يعني أن باليماكو لم يرى من قبل. نافي جامي في لم يرى قط دون بلون رجال بيض. طبعا لم يسبق لباليماكو أن رأى أشخاصا بيضا. La première fois qu'il rencontra un, elle eut très peur et resta deux jours cachée au fond de sa case. La première fois, أول مرة, qu'il rencontra un, عندما التقى منهم واحدا, عندما التقى منهم واحدا. طبعا هاد أون تتعني واحد العبارة مبدوءة بدو, مبدوءة بدو, ثم ضمن هاد العبارة
هذه الكلمة المذكورة هنا. طبعا ذكرنا الآن بالي ما كنا جامي في دون بلون، بالي ما كنا مرقطون رجالا بيضا. إذن عندنا كلمة رجالا بيضا. La première fois qu'il en rencontre un, أول مرة يلتقي منهم واحدا. إذن يلتقي منهم يعني من الرجال البيض. طبعا مين هي دو، إذا نتكلم عن عبارة مبدوءة بدو ثم رجال بيض التي ذكرنا للتو. إذن هاد دو المقصود بها كما نقول مين ثم نذكر الكلمة التي لا نريد تكرارها. إذن طبعا نعوضها بهاد أون. هاد أون المقصود بالعبارة المبدوءة كما نقول باللغة العربية مين، ثم تعوض أيضا الكلمة التي لا نريد تكرارها. إذن عندنا هنا la première fois qu'il en rencontra un. إذن المقصود به هنا la première fois qu'il rencontra un de ses hommes blancs. La première fois qu'il rencontra un de ses hommes blancs. La première fois qu'il rencontra un de ses hommes blancs. إذن أول مرة عندما التقى واحدا من هؤلاء الرجال البيض. من هؤلاء الرجال البيض كما نلاحظ بأننا كررنا عبارة en blanc en blanc ثم أضفنا لها مين، أو بمعنى آخر في اللغة الفرنسية أضفنا لها دو. إذن هذه العبارة كلها تعوض بهاد اون. إذن كما قلنا الآن عبارة la première fois qu'il en rencontre un ممكن نعوضها بعبارة ولكن فيها التكرار اللي هي la première fois qu'il rencontre un de ses hommes blancs. إذن أول مرة عندما التقى واحدا من هؤلاء الرجال البيض. إذن طبعا نعوضها كما قلنا بهاد الكلمة اللي هي كلمة اون. إذن كما نقول هنا la première fois qu'il en rencontre un، إذن أول مرة عندما التقى منهم واحدا، منهم عندما التقى من هؤلاء الرجال البيض واحدا. إلي تخي بوغ، إذن هو كان عنده خوف شديد. أغيست دو جور كاشي أو فون دو ساكاز، ثم بقي يومين كاشي مختبئا. طبعا نتكلم على الفيرب كاشي يعني أنك تخفي شيئا. هنا أغيست دو جور كاشي، إذن بقي يومين مختبئا. أو فون دو ساكاز يعني في عمق، كما نقول لو فون المقصود به العمق، المقصود به هنا داخل دو ساكاز داخل منزله المتواضع. كما نلاحظ في الكلمات المشروحة ساكاز، إذا نتكلم عن بيتيت ميزون فيت أون بومبو دون لي بيي شور، إذا نتكلم عن منزل صغير فيت أون بومبو مصنوع من قصب بومبو دون لي بيي شور في البلدان الحارة. إذا هذا المقصود بكلمة كاز. لو تخوازيام يعني الثالث. ما معنى الثالث؟ كما قلنا قبلا أغيست دو جور هو بقي يومين. لو تخوازيام المقصود بها الثالث، المقصود بها لو تخوازيام جور، هذا هو المقصود بهذه كلمة لو تخوازيام. عندنا هنا وفي الثالث، المقصود في اليوم الثالث. اون سورتون كوييغ دي مونغ يعني وهو يخرج كوييغ ليقطف دي مونغ يعني فاكهة المونغ، عندما خرج يقطف فاكهة المونغ. Il rencontra la petite fille d'un homme blanc. إذن هو التقى بنت صغيرة لرجل أبيض. طبيعي جدا أن البنت ستكون هي أيضا بيضاء. Il rencontra la petite fille d'un homme blanc. إذن هو التقى بنت صغيرة لرجل أبيض. Elle porte au cou un collier de perles. إذن هي تحمل على عنقها un collier de perles. لو تخوازيام في الثالث، المقصود في اليوم الثالث. اون سورتون كوييغ دي مونغ وهو خارج لقطف فاكهة المونغ. إل رونكونتخ لا بوتيت في دان نون بلون، إذن هو يلتقي بنت صغيرة لرجل أبيض.
Elle porte au cou et تحمل في العنق un collier de perles. تحمل قلادة أو طوق عنق de perles. Perles من ضمن ما تعنيه ممكن تعني تحفة أو تعني لؤلؤة أو تعني لؤلؤة كما عندنا هنا. إذن هي كانت تحمل طوق عنق أو كانت تحمل قلادة بها لؤلؤة. Elle porte au cou un collier de perles, un bracelet d'or. ثم تحمل un bracelet d'or au poignet. تحمل كما نقول دمالج ذهب au poignet في اليد. Au poignet كما نقول في اليد. Et un ruban couleur de ciel dans ses cheveux. ثم تحمل شريطا couleur ملون de ciel. Et un ruban couleur de ciel dans ses cheveux. ثم تحمل شريطا ملونا أزرقا على شعرها. Elle lui paraît très belle. إذن هي كانت تظهر له جد جميلة. Elle lui paraît. عندنا هنا في الأصل elle paraît. عندنا le verbe paraître. عندنا le verbe paraître الذي يعني بدا أو ظهر. Elle paraît. إذن هي كانت تظهر. Elle lui paraît. هي كانت تظهر له. هي كانت تظهر له. Très belle, jid, jamila, ou jamila jidden. Il en laissa tomber son panier de mangue. Il en laissa tomber son panier de mangue. Il en laissa tomber son panier de mangue. Had on aiden, anna ta'ni ibara, kamar na koul fiha, deux. Mabdu abi deux. Il laissa tomber son panier de mangue, de la voir matelan, paraître très belle. De la voir paraître très belle. Il en laissa. Comme on a dit, minhu taraka. Taraka minhu, comme on a dit. Tombe son panier. Tasqut sallatahu. De mangue. Min fakihat al mangue. Bimana akhar. Anna kanat tabdu jamila. Lidarajat ja'alathu. Tasqut minhu sallat fakihat al mangue. Bimana akhar aydan. Anna جمالها عندما رآها الطفل جعلته يفقد السيطرة على سلات فاكهته من المانغ. إذن هذا هو المقصود بهذا أون. عبارة مبدوءة بدو ولكن تتضمن ما سبق. تتضمن عبارة أو تتضمن كلمة سبق ذكرها ونتفادى تكرارها. Elle lui paraît très belle. Elle lui paraît très belle. إذن هي بدت له جميلة جدا. Il en laissa tomber son panier de mangue. Il en laissa tomber son panier de mangue. إذن المقصود به هنا Il laissa tomber son panier de mangue de la voir très belle مثلا. De la voir très belle. Ou bien de la voir paraître très belle. إذن ممكن أننا نقول هاد العبارة تعويضا لهاد أون. إذا أردنا أن نكرر هاد الكلام. طبعا الأصوب أن نتفادى التكرار. لا بوتيت في بلونش. إذا نتكلم عن البنت الصغيرة البيضاء في المذكر نقول بلون. أن نون بلون رجل أبيض. إن فام بلونش. إذا نتكلم عن إمرأة بيضاء. لا بوتيت في بلونش البنت الصغيرة البيضاء سو غوتورنا إلوي تيغا لا لونغ. يعني أنها استدارت إلوي تيغا لا لونغ. ثم أن أخرجت له لسانها. إلوي تيغا لا لونغ. ثم أخرجت له لسانها. بالي ماكو بونسا كو سيت لا مانيير دي زون بلون دو سو دير بونجور. بالي ماكو بونسا. بالي ماكو فكر. المقصود بالي ماكو ظن. طبعا هذا الفعل ممكن أنه يعني ظن. بالي ماكو بونسا. إذا بالي ماكو فكر المقصود بأن بالي ماكو ظن. كسيت لا مانيير دي زون بلون بأنها كانت طريقة الرجال البيض. إذا كسيت لا مانيير دي زون بلون بأنها كانت. نتكلم هنا على لو فيرب إتر الامبارفي كما نقول هنا سو هذا إتي كان. بالي ماكو بونسا كو. بالي ماكو يظن بأن سو إتي بأن هذا كان. بأن هذا كان المقصود بأن هذا الأمر لا مانيير دي زون بلون طريقة الرجال البيض
de se dire bonjour بأن يقول لبعضهم بعضا يوم سعيد. بمعنى آخر هو يظن بأن إخراج اللسان هذه طريقة الرجال البيض بأن يقول لبعضهم بعضا يوم سعيد بأن يحيوا بعضهم بعضا. التغى أسي لا لونغ، إذا بما أنه فهم هذا الأمر التغى أسي لا لونغ هو أيضا أخرج لسانه. طبعا حسب اعتقاده كأنه يقول البنت يوم سعيد، لكن البنت في الحقيقة هي فقط أخرجت لسانها، واعتقاده طبعا ليس صحيحا. التغى أسي لا لونغ، التغى أسي لا لونغ هو أخرج أيضا اللسان. طبعا كلمة لا لونغ ممكن أن تعني اللغة وممكن أن تعني اللسان. طبعا علاقة اللسان باللغة معروفة. اللونغ تخي لونغ كما تلاحظوا، عندنا اللونغ لسان تخي لونغ. طبعا هذه الكلمتين هما يكتبان بطريقة مختلفتين، طبعا الاختلاف يكون فد أ ثم فد أو. إذا عندنا لونغ لونغ، طبعا اللونغ الأولى لسان، اللونغ الثانية المقصود بها طويلة، نتكلم عن لا لونغ. كما لو نقول في اللغة الفرنسية اللسانة هي كلمة مؤنثة، كلمة لسان في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة، نقول لا لونغ وأيضا اللغة. إذن إن لونغ إذا نتكلم عن لسان تخي لونغ، لذلك نقول هنا لونغ في الكلمة الثانية أنه جد طويل، كما لو نقول في اللغة الفرنسية جد طويلة، جد طويلة، لأنه في المذكر، في المذكر كلمة طويل هي لون تخي لون. لو كانت الكلمة، لو كانت كلمة لونغ كلمة مذكرة سنقول تخي لون، لكن بما أن كلمة لونغ كلمة مؤنثة إذا سنقول تخي لونغ. طبعا نضيف إي أو، في الحقيقة فقط نضيف أو في المؤنث، لكن إذا أضفنا أو بعد الجي سنقرأها تخي لونج. طبعا نضيف هاد إي حتى لا نقرأ الكلمة لونج بل نقرأها لونغ. ثم يضيف الكاتب فيقول بلي لونغ كوسيل دو لافيات، بلي لونغ كوسيل دو لافيات، جد طويل كوسيل من الذي. طبعا كما نقول هنا من التي، نتكلم هنا عن كلمة لا لونغ كلمة مؤنثة، إذا نقول كوسيل كما نقول من التي. إذا عنده لسان طويل جدا، بلي لونغ طويل جدا كوسيل من الذي. طبعا في اللغة الفرنسية كما قلنا كما نقول من التي، بلافيات من التي للبنية، المقصود البنت الصغيرة. باليماكو عندما أخرج لسانه بدا أطول من لسان البنية. سيلسي سومي أغيغ، هذه الأخيرة نتكلم عن لافيات، سومي أغيغ بدأت تضحك. طبعا نعرف بأن لو فيرب ميتر هو وضع، سوميتر كما نقول وضع نفسه، لكن سوميتر أ المقصود بها بدأ في أو أخذ في. سيلسي سومي أغيغ أن هذه الأخيرة أخذت في الضحك، أن هذه الأخيرة أخذت في الضحك. بالي ماكو غي أسونتوغ، إذن بالي ماكو غي، بالي ماكو ضحك، أسونتوغ بدوره. إذن عندما رأى البنية تضحك إذن هو أيضا أخذ في الضحك. ديكوفون دو بيل دون بلانش، ديكوفون دو بيل دون بلانش، إذن ديكوفون نتكلم هنا على الفيرب ديكوفريغ يعني اكتشف. ديكوفون كما نقول كاشفا، ديكوفون كاشفا، دوبل دون بلانش كاشفا عن أسنان جميلة بيضاء، كاشفا عن أسنان جميلة بيضاء، بوكو بلي بلانش، بوكو بلي بلانش، بشكل كبير بيضاء، بوكو بلي بلانش، بشكل كبير أكثر بياضا، كوسيل دو لافيات من التي عند البنية. عندما ضحك باليماكو أسنانه سيدو بوكو بلي بلانش، كوسيل دو لافيات، أسنانه أكثر بياضا من التي عند البنية. أسانسي كيل دوفين غامي،
وهكذا هما أصبحا أصدقاء. Et c'est ainsi qu'ils devinrent amis. Et c'est ainsi qu'ils devinrent amis. وهكذا وبهذا الشكل qu'ils devinrent amis بأنهم أصبحوا أصدقاء. طبعا عندنا لو فيرب devenir مصرف في لو باسي سامبل. هنا عندنا لو فيرب devenir مصرف في لو باسي سامبل. طبعا حتى لا نطيل نستأنف القصة في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.